تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد الدكتور أحمد زويل من رحاب العلم إلى رحاب الله. كلنا بنتابع الصور والمشاهد للدكتور أحمد زويل عميد العلم العربي الذي فقدناه منذ أيام. يوم الثلاث بعد برنامج الطبعة الأولى جالي اتصال من عدد من السادة الصحفيين بيسألوني عن صحة خبر وفاة الدكتور أحمد زويل، فأنا كلمت نبيل أحمد زويل ابن الدكتور أحمد زويل في أمريكا وقلت له إن الصحافة بتسألني عن كذا، فإيه الموقف عندك؟ فللأسف الشديد إنه أكد لي صحة الخبر وقال لي إحنا في المستشفى في كاليفورنيا بيحيطوا بجثمان الفقيد العظيم. بعدها كلمت السيدة نانا زويل شقيقة الدكتور أحمد زويل، وتاني يوم رحت اسكندرية قابلت السيدة نانا زويل والسيدة سهام زويل والسيدة هانم زويل والتلاتة شقيقات العالم الكبير الدكتور أحمد زويل. والنهاردة صباحا توجهنا إلى مطار القاهرة الدولي إلى قاعة كبار الزوار للاستقبال الأخير للدكتور أحمد زويل، والحقيقة كان المشهد عصيب للغاية، سواء الشقيقات اللي كانوا في بكاء مستمر، هانم حسن زويل وسهام حسن زويل ونانا حسن زويل شقيقات العالم الكبير. وبعد كده صعدت على الطائرة، والحقيقة أنا عايز أشكر السيد وزير الطيران اللي عمل مجهود كبير جدا في ترتيب الأمور في مطار القاهرة والسادة قادة الأجهزة الأمنية في المطار. وطلعنا الطيارة، كنت أنا واللواء صلاح العزازي من جامعة زويل، واستقبلنا السيدة ديمة الفحام حرم الدكتور أحمد زويل ونبيل وهاني أحمد زويل. وبعدين نزلنا وكان جثمان الراحل العظيم ملفوف بعلم مصر، ونزل من الطائرة القادمة من نيويورك طائرة مصر للطيران اللي كان دايما بيفضل إن هو يركب طائرة مصر للطيران، لكنها كانت الرحلة الأخيرة للعالم الكبير. والجثمان انتقل من طائرة مصر للطيران إلى سيارة الإسعاف، وبعد كده توجهنا من صالة واحد إلى صالة ثلاثة إلى قاعة، من صالة واحد إلى ثلاثة إلى قاعة كبار الزوار، حيث انضمت العائلة القادمة من أمريكا والعائلة الموجودة في مصر لوداع الدكتور أحمد زويل، والنظرة الأخيرة نظرة الوداع على جثمان الراحل الكبير. 90 مليون مصري ممكن يعزوا بعض ويقولوا البقاء لله في الدكتور أحمد زويل، 300 مليون عربي ممكن يعزوا بعض ويقولوا البقاء لله في الدكتور أحمد زويل، 1.6 مليار مسلم ممكن يعزوا بعض في الراحل الكبير الدكتور أحمد زويل، 7 مليار إنسان حول العالم ممكن يعزوا بعض في الراحل الكبير الدكتور أحمد زويل، لأنه قيمة وطنية وقيمة عربية وقيمة إسلامية وقيمة إنسانية عالمية، فالكل له في الدكتور زويل نصيب، والكل يمكن أن يتلقى العزاء في الدكتور أحمد زويل. والحقيقة منذ اللحظة الأولى وأكثر من مدينة لم يعيش فيها الدكتور أحمد زويل كانت حابة تعمل عزاء للدكتور أحمد زويل، وبعض محافظات الصعيد كلموني علشان نرتب جنازات أو صلاة غائب على الدكتور أحمد زويل أثناء وجوده في أمريكا، أو إن هم رغبوا إن هم يقدموا أو يعملوا سرادقات عزاء في بعض مدن الصعيد، لأن مصر كلها هي بلد الدكتور أحمد زويل. محافظ البحيرة قال إن في دمنهور ترتيب لعزاء، السيد محافظ كفر الشيخ قال لي إن في دسوق في ترتيب لعزاء، وفي مجلس جامعة الإسكندرية وأنا أتشرف أن عضو مجلس الدراسات العليا في الجامعة كلية العلوم جامعة الإسكندرية يوم الأربعاء إن شاء الله هيكون العزاء في كلية العلوم بالشطبي بالإسكندرية، لأن الدكتور أحمد زويل ولد في دمنهور وعاش في دسوق وتخرج في جامعة الإسكندرية ثم طاف العالم ليعود إلى مثواه الأخير في القاهرة. والدكتور أحمد زويل هو
اللي مصر مسيرته العلميه، يعني عقب حصولي على جائزه نوبل دكتور زويل هو اللي قال في كل وسائل الاعلام العالميه اللي يرجع للصحف وقتها نيويورك تايمز واشنطن بوست، صحف كتيره جدا، محطات عالميه كتيره جدا، الكل بيقول العالم المصري هو اللي مصر هذا الانجاز العظيم، وهو اللي مصر حصوله على جائزه نوبل، ان هو اعلن مصريته قبل اي انتماء اخر وقبل اي شيء اخر. والدكتور زويل اللي مصر حياته مصر مماته، اللي قام بتمصير مسيرته العلميه قام بتمصير اخر المشوار، فاختار ان يدفن في القاهره. والعائله قالت لي انه من 6 شهور فقط اشترى المقبره في اكتوبر، لكن من سنوات دكتور زويل اشترى مقبره او اسس مقبره في دسوق. يعني هو اشترى مقبره من 6 شهور لكن اشترى في اكتوبر، انما المقبره كانت موجوده في مصر لكن كانت في مدينه دسوق منذ سنوات الى جوار والده ووالدته رحمهم الله في مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ. إلا أنه نتيجة أن العائلة في أماكن مختلفة في مصر، وجزء كبير من العائلة موجود في أمريكا، وقرب جامعة زويل، فاختار الدكتور أحمد زويل أن يسهل على من يرغبون في زيارته وقراءة الفاتحة، فاختار مدفنا في 6 أكتوبر. دكتور أحمد زويل زي ما قلت لحضراتكم هو قيمة وطنية وقيمة عربية وقيمة عالمية. وهنا أود أن أشير إلى النقاط التالية. مدينة زويل العاصمة العلمية لمصر. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن دعمه الكبير لمدينة زويل، ومدينة زويل هي المفروض تبقى العاصمة العلمية لمصر والعاصمة العلمية للشرق الأوسط ككل. هي ليست مجرد جامعة إنما مشروع عملاق. بعض الإعلاميين لم يفهموا أو بعضهم أراد ألا يفهم، وبعض المنافسين الحاقدين الذين خرجوا على تقاليد العمل الوطني والعلمي والأكاديمي لم يفهموا ولم يريدوا أن يفهموا. جامعة زويل ومدينة زويل ليست مجرد جامعة ولا مدينة، وإنما كان مخططا لها أن تكون العاصمة العلمية للشرق الأوسط. إن هذا السيد الرئيس دعا المواطنين إلى التبرع لمدينة زويل، ورقم حساب مدينة زويل 1000 1000 في جميع البنوك المصرية. لكن عايز أذكر إن أول الدكتور أحمد زويل ما فتح التبرعات في شخصيتين عظيمتين تبرعوا لجامعة ومدينة زويل، ينبغي ألا ننسى كل الأيادي البيضاء التي امتدت إلى العمل العظيم في هذا الوطن، ينبغي ألا ننساها. لا ينبغي أن ننسى الدكتور حسن عباس حلمي الذي تبرع بمبلغ 250 مليون جنيه، دخلت حساب مدينة زويل في الأسابيع الأولى لإعلان تأسيسها. 250 مليون جنيه تبرع رجل الأعمال صاحب شركة فاركو الدكتور حسن عباس حلمي، والأبناء السيد يشار والسيد شيرين حلمي بذلوا جهد كبير جدا عبر سنوات لدعم مدينة زويل. ينبغي ألا ننسى أيضا تاني أكبر تبرع لمدينة زويل، 30 مليون دولار، عالم الاقتصاد المصري العالمي الدكتور محمد العريان. والدكتور محمد العريان باعتباره الاقتصادي الأول في العالم تقريبا، لما يتبرع لمدينة زويل ده مش مجرد تبرع، رغم أنه تبرع كبير 30 مليون دولار، إنما دي شهادة على أن هذه الجامعة عالمية وتستحق. لأن لما يكون أكبر اقتصادي في العالم يتبرع من ماله الخاص ب 30 مليون دولار، ده معناه أن هو مدرك تماما أن هذه الجامعة وصل إلى المواصفات العالمية بمعايير الدكتور العريان، وعلشان كده تبرع بهذا الرقم. فينبغي ألا ننسى ناس كتيرة جدا باعت ممتلكاتها وتبرعت لمدينة زويل، وينبغي ألا ننسى اسمين كبار بكررهم، دكتور حسن عباس حلمي
الذي تبرع في أول المدينة ب 250 مليون جنيه، والدكتور محمد العريان الذي تبرع في أول المدينة ب 30 مليون دولار. والتبرعات الأخيرة لا توجد لدي معلومات بشأنها، لكن أنا أتوقع أن كلنا سوف نساهم بناء على دعوة السيد الرئيس من أجل دعم مدينة زويل. أقول أيضا أن مدينة زويل هي مدينة فيها النخبة العلمية المصرية الأعلى، ليس فقط الدكتور أحمد زويل رحمه الله، إنما فيها أيضا أعضاء مجلس أمناء مدينة زويل، الدكتور فاروق الباز، الدكتور مجدي يعقوب، الدكتور مصطفى السيد، عالمة الليزر المصرية الدكتور لطفية النادي، عالم النفس المصري الطبيب العالمي الدكتور أحمد عكاشة، الدكتور محمد أبو الغار، شخصيات كثيرة جدا لها وزن علمي كبير جدا موجودين في جامعة زويل. 6 من الحائزين على جائزة نوبل أعضاء في مجلس جامعة زويل، شخصيات عالمية كبرى منها دكتور محمد العريان أعضاء في جامعة زويل. إذن هذه الجامعة اللي فيها 6 نوبل ومحمد العريان وفاروق الباز ومجدي يعقوب ومحمد غنيم وآخرين مع حفظ الألقاب المرموقة لهم جميعا، إذا بنتكلم على مستوى عالمي. ودكتور زويل لما خطط لهذه الجامعة كان الهدف أن تكون عالمية، إيه آخر حاجة وصل لها العلم؟ بعد آخر حاجة يبدأ الدكتور أحمد زويل وتبدأ جامعة زويل. في كل الأحوال الدكتور أحمد زويل لا تكفيه حلقة ولا حلقات ولا كتاب ولا كتب، وقد تشرفت بمعرفته 20 عاما تقريبا، وكتبت اليوم في مجلة ساينتيفيك أمريكان مقالا شخصيا إنسانيا عن الدكتور زويل، وأنا أتوقع أن الشعب المصري العظيم لن ينسى الدكتور أحمد زويل ولن ينسى مدينة زويل. Egypt, the birthplace of scientific thought, is also the birthplace of this year's Nobel laureate in chemistry, Ahmed Zewail. The Egyptians are very proud of their ancient history, the Pharaoh's days, the Arabs' days, the Romans' day, the Greek days. It's an incredible civilization of 6,000 years. If the Nobel Prizes were given thousands of years ago, Egypt probably will score the highest because many discoveries in chemistry, in physics, in astronomy, many fields were done there. And in fact, even the whole concept of time that I'm interested in, it started in the land of pharaohs, defining what a day is in a year and so on. Time is the key to Zewail's work, but not days, minutes, or seconds. He has created a whole new unit of time, the femtosecond. A femtosecond to a second is like a 1 second to 32 million years. So just imagine you watching a movie that is 32 million years long, but you're seeing every second of it. Put in another way, if you're looking at the movie right now we are making, it's probably 30 to 60 frames in 1 second to fool your eyes and make a continuous movie. In our world of the molecule, we can now make million, billion times of frames in 1 second. Now, 6 millennia after Egypt first astonished the world, Zewail has once again pushed back the boundaries of science. His laboratory at the California Institute of Technology, called Femtoland, is opening up a new world of exploration. Zewail and his students at Femtoland are exploring one of the most fundamental but most elusive questions in science: how bonds between atoms and molecules are formed. These chemical reactions take place so quickly that until Zewail began his groundbreaking work at the end of the 1980s, there was no way to see them.
Zawal planned to unlock the secrets of chemical bonding. He began to look for ways to peer into the invisible. Now, as you know, if you are running a little bit and we want to capture you, we have to get a camera that's faster than your motion. So if the motion of these atoms and molecules is less than millionths of a second, we had to photograph them at a time speed of a millionths of a billionths of a second. His solution was to build a machine that would be, in effect, the world's fastest camera. Zawal's femtosecond pulses have brought us to the limits of what we can achieve. This is the end of the race against time, simply because you are really now at the fastest possible chemical reaction that you can observe. But the potential for future technology is huge. We have some plans, so this might not be the last time you hear from us. Zawals användning av lasertekniken kan liknas vid Galileis användning av kikaren som han riktade mot allt som lyste på himlavalvet. Professor Zawal, I've tried to explain how your pioneering work has fundamentally changed the way scientists view chemical reactions. From being restricted to describe them only in terms of a metaphor, the transition state, we can now see the actual movements of atoms in molecules. We can speak them in time and space in the same way as we imagine them. They are no longer invisible. May I convey to you my warmest congratulations on behalf of the Royal Swedish Academy of Sciences and ask you to come forward to receive the Nobel Prize in Chemistry of 1999 from the hands of His Majesty the King. ويتفضل الآن السيد الرئيس محمد حسني مبارك بتقليد الدكتور أحمد زويل قلادة النيل العظمى. قلادة النيل تهدى لرؤساء الدول ولها المقام الأول بين الأوسمة المصرية.
أسعد الله صباحكم وأهلا بكم. يجيء لقاؤنا اليوم مع كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل في زمن مرتبك من تاريخنا العربي، تراجع في العلم وتأزم في الإعلام وتأرجح في رؤى المستقبل. وقد جاء العالم الكبير ليحدثنا عن مجمل المشهد، العلم والإعلام وبناء المستقبل. السيدات والسادة، منذ العالم العربي الكبير الحسن بن الهيثم لم يأتي عالم بيننا يملأ الدنيا ويشغل الناس مثلما ملأ وشغل الدكتور أحمد زويل. ففي زمن ملتبس ونفس عربية مضطربة وعقل عربي بات يتخاطفه تحالف واسع من عديم الموهبة، جاء أحمد زويل في لحظة هبطت فيها العزيمة العربية وباتت خريطة بلادنا خريطة بؤس لا بأس وألم لا أمل، واستسلم الكثيرون لراحة اليأس وتاهت خطى المخلصين في معالم بلا طريق. جاء الدكتور أحمد زويل ليعيد الاعتبار إلى العبقرية العربية، ليصل من قطع من حضارة عظيمة وتاريخ مجيد. السيدات والسادة، يمثل كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل بالنسبة لمؤرخ العلم كريستوفر كولومبس لعالم الفمتو، وجاليليو جديد لفضاء مختلف، ولكنه يمثل لنا ما فوق الكيمياء والفيزياء. إنه يمثل لملايين من شبابنا العربي تلك الكلمة الساحرة، الأمل. وإذا كان علم السياسة يدرس ما يسمى بالوظيفة الحضارية للدول والأمم، ربما أجدني اليوم ذاهباً إلى القول بوظيفة حضارية للدكتور أحمد زويل. السيدات والسادة، حصل كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل منفرداً في العلوم عام 99، وظن كثيرون أنها نهاية المطاف وخاتمة الجهد والبحث، ثم إذا بنا أمام معجزة علمية متجددة، أبحاث مذهلة نشرها الدكتور زويل في مجلات الساينس والنيتشر، وآفاق لا نهاية لها حول الميكروسكوب رباعي الأبعاد. وينشر دكتور أحمد زويل بعد أسبوع ورقة علمية تمثل نقلة في تاريخ العلم، حيث نجح الدكتور زويل في الوصول إلى صورة كاملة للخلية تمثل أول سيطرة بشرية على الخلية الإنسانية في الزمان وفي المكان. يقول العلماء إن أبحاث دكتور زويل الجديدة تجاوزت 90 عاماً من الآن، لتمثل جانباً من حالة العلم في القرن 22. السيدات والسادة، إن الوظيفة الحضارية للدكتور أحمد زويل تمتد إلى أوروبا وآسيا، زيارات ومؤتمرات ومحاضرات، وإنها تتمثل في القاهرة في مشروع طموح يضعه في مقدمة أولوياته، وفي مؤسسة أحمد زويل للمعرفة والتقدم التي تتخذ من منزله الريفي قبالة أهرامات سقارة مقراً لها، وفي جوائز عديدة تحمل اسمه في أمريكا وإيطاليا وهولندا وفي بلاده. وقد حصل العالم المتميز دكتور مصطفى السيد الذي يجري أبحاثاً مهمة في استخدام جزيئات الذهب لعلاج السرطان على جائزة أحمد زويل لعلوم الجزيء، والتي تمنح في هولندا.